افعل مثل هذا واشغل وقتك بما يفيد. كن كالإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، ترزق حفظا وفراسة وإدراكا ووعيا لا يعلمه إلا الله عز وجل. إذن فضول الكلام هذه آفة، وفضول الطعام وهذه يعني هذا البلاء بعينه الذي وقع على رؤوسنا. فضول الطعام، لا تحشو بطنك بالطعام تسمنا، فجسوم أهل العلم لسنا سمان. أعظم آفات العصر أننا نأكل ولا نتوقف، ونأكل مرتين وثلاثة وعشرة في يوم واحد، وهنا مشي وهنا مسلوق وهنا مقلي وهنا حلوى وهنا فنوذج ولا نتوقف، وهذا من أعظم ما يميت القلب. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم من العروق، فضيقوا عليه مجاريه بماذا؟ الصوم، تقليل الطعام. حسب ابن آدم قدر اللحم بالبرقوق، قدر الطاجين والخسوس الذي نأكله طوال اليوم، قال حسب ابن آدم نقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد أن يأكل وأن يزيد بالطعام، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث للنفس. أما أن نأكل طوال اليوم، كلما اشتهيت اشتريت، كلما اشتهيت أكلت، كلما رأيت ما يعجبك أكلته، حقيقة هذه مصيبة. وفضول الطعام تؤدي إلى ما وراء ذلك من آفات تقتل القلب، تحدث عنها، هي فضول النظر وفضول النوم. في زمن زكريا عليه السلام وقيل في زمن المسيح كان ينادى، قيل أن المسيح عليه السلام ذكر ذلك: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا، فتناموا كثيرا فتغفلوا كثيرا. كثرة الطعام من الفضول التي تهلك الإنسان، يجعله كسولا خمولا، ينام كثيرا، يترك قيام الليل، تستعر فيه الشهوة، فضول. ولم يكن الرعيل الأول على ذلك أبدا إلا نادرا، ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته منذ أن هاجروا من مكة إلى المدينة من خبز بر ثلاثة أيام، في رواية خبز شعير، شعير حتى مش بر، شعير. تعرفون خبز الشعير؟ لا تعرفونه، صعب، ليس كالخبز الذي تعودنا عليه هنا، البقية وما البقية ومش عارف إيش كرم إيش زين خالتي فتحي، أبدا. خبز شعير ما تأكله الآن، ما تستطيع أن تسرطه، أن تبتلعه. حتى هذا لم يشبع منه ثلاثة أيام، ونحن اليوم نسأل الله الرحمة والمغفرة، هذه حقيقة، عجلت لنا طيباتنا في الحياة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة أيام من الجوع يربط على بطنه حجرين، يخرج الصديق رابطا حجرا، وعمر كذلك، ومن شدة الجوع يذهبون إلى رجل أنصاري من الأنصار، يطعمهم شيئا من اللحم المشوي وعفقا من الرطب وشيئا من الماء البارد. أي يمكن أن تكون وجبات اليوم كذلك؟ الوجبة الواحدة الطبق الرئيسي والطبق الفرعي والطبق الذي
على جانبه والمقبلات والمخربطات والمسكرات والمخمرات على سفرة معظمنا تجد عشرة أصناف. هم اللحم صنف واحد، لا معه رز ولا كسكس ولا غيره، لحم قطعة لحم ورطب فاكهة وماء. ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابه شرب ماء بارد، ثم يبكي النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ قول الله عز وجل: ولا تسألن يومئذ عن النعيم. يا ربي هذا نعيم، طب ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم وراء ما احنا فيه اليوم؟ عندما ندخل مطاعم وأعطني من الحمص وأعطني من التبولة وأعطني من الدجاج المشوي وهذا من الريش وهذا مئة صنف، كلنا هكذا، معظم الناس هكذا اليوم، بس على ثلاثة أصناف عادية. بكى وأبكاهم جميعا: ولا تسألون يومئذ عن النعيم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ذلك حاولوا أو نحاول جميعا قدر ألا نصاب بهذه الآفة التي توسع مجال الشيطان وتزيد في قوته عليه، كثرة الطعام وكثرة الشراب، حتى ظهر فينا السمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة، قال خير القرون في رواية صحيحة: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي من بعد ذلك أناس يحلفون ولا يستحلفون، ويشهدون ولا يستشهدون، يظهر فيهم السمن. تشوفون كلنا ما شاء الله الشام وخروش محترمة حقيقة. يروى في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن صوريا حبر من أحبار بني إسرائيل، النبي صلى الله عليه وسلم يجادله بالقرآن والتوراة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يجادله حتى أتعب النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك من الناس من إذا جادلك خنقك، يوصلك إلى حد الغضب، فهذا أغضب النبي صلى الله عليه وسلم بجداله الباطل، يرى الحق ولا يعترف. فقال له: يا ابن صوريا أو ابن صوريا، هل تقرأ التوراة؟ يحفظ التوراة؟ قال: نعم أقرأ. قال: هل تقرأ فيها أن الله يبغض الحبر السمين؟ وكان ابن صوريا سمينا. فقال له ابن صوريا: ما أنزل الله من شيء. رفض التوراة كلها لأنها حرقت، أصابته ببعض علته. والمقصد من هذا عشان نقول يظهر فيهم السمن، علامة علامة الساعة من كثرة طعامهم وشرابهم والرفاهية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البذاذة من الإيمان. ويقول كما روي في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الإرفاه، كما في الترمذي وفي غيره حديث أبي بن أنصار رضي الله عنه، نهى عن كثرة الإرفاه، الرفاهية الشديدة التي نعيشها. يقول: اغشوشا فإن النعمة لا تدوم، فإن النعمة لا تدوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ في بيته نار ثلاثة أهلة، ثلاثة أشهر قمرية لا يؤخذ في بيته نار. يموت النبي صلى الله عليه وسلم وسكرات الموت ويقول: يا عائشة تصدقي ما في البيت، تصدقي 7 دراهم يحتاجونها. حتى هذا لا يريده، حتى يغضب ويقول: أنتن صويحبات يوسف، ما يريد. كان قوتهم كفافة، وكان يدعو الله أن يكون قوتهم، أن يكون رزقه
آل محمد كفافا. لماذا كفافا؟ تخرج من الدنيا لا لك ولا عليك. لذلك قللوا ما استطعتم من الطعام وآثروا على أنفسكم، آثروا على أنفسكم. جاءك فقير، جاءك ضيف، جاءك آثره بأفضل ما عندك من الطعام. سيدنا إبراهيم